حياكم الله بحلقة جديدة من برنامج من حولك، والبداية دائما بالعناوين. التوازن بين التراث والتطور، إعادة تأهيل شارع السراي كنموذج للتحول الحضري، والاحتيال السياحي، شركات تسرق أحلام السفر والأموال. يعتبر شارع السراي أو سوق السراي أحد أهم الشوارع بالعاصمة بغداد، الشوارع التاريخية نقصد، ويمتد تاريخه الأكثر من 300 عام. الشارع من إنشائه بعام 1660 إلى يومنا هذا صارت بهواي أعمال تطوير وإعادة تأهيل وترميم، وبالتأكيد هذه الأعمال مهمة جداً لحيوية الشارع وللعاصمة بغداد، حتى نهتم أكثر بالجانب الحضري، وسكان بغداد أو حتى زوارها يحسون بقيمة هذا التراث والتاريخ الموجود سواء في السراي أو المتنبي أو الرشيد أو غيرها من الشوارع. بس هذه الأعمال تتطلب هواية عوامل واهتمام بعوامل اقتصادية واجتماعية وتراثية وثقافية حتى نحافظ ونوازن بين الإرث والتاريخ والثقافة وبين الحداثة والتطوير والتجديد. أولاً إحنا صراحة نفرح نشوف بغداد القديمة بهيك يعني حلة جديدة. إحنا أنا خاصة أنا هنا يعني أشد على إيد الحكومة وعلى اللي منفذين هذه المشاريع، لأن هذه الصراحة المشاريع هي بنى تحتية تسمى، والبنية التحتية تفيدنا إحنا مقبلين، قلت هواي السياح يجون هواي يعني عوائلنا وناسنا تجينا. طبعاً الأوان الأخيرة شاهدنا إعمار كلش مميز، طبعاً هاي إحنا راح نوجه في الصورة، وطبعاً نشكر بها سياسة رئيس الوزراء على الافتتاحية اللي قام بها، وكو إقبال إيجابي، ونتمنى الميدان والسراي ونفس الوقت الميدان. أتمنى مثل المتنبي، طبعاً أكو إقبال من خلال المتجولين اللي هم المغتربين العراقيين إجوا هنا وإجوا السواح والسفرات والقنصليات، وتصوري على شدة الحر قاموا يجون منتصف الليل، يعني الساعة 2 بالوحدة بالليل 3 بالليل، ونفس الوقت الإنارة والإضاءة. تدرين أنت المتنفس الوحيد للفنان هو المتنبي، من خلال قراءة الكتب، من خلال العمل باللوحات أو النفخارية، هو هذا يعني نكون تواجدنا هنا. طبيعة حالة يصير جذب للسياحة وللسواح ولمعرفة العراق من هذا التاريخ العظيم. فهسه ما السواح تدخل إلى العراق لابد من يزورون هذه المنطقة والتحري والتاريخ القديم للعراق العظيم، وفكرة جيدة جدا واجهة من واجهة بغداد العظيمة، وبارك الله بي من أدارها ورتبها وصلحها وصارت في هذا النظام العظيم. وبعد ما شفنا هذا الاستطلاع نرحب بضيفنا بالاستوديو المهندس موفق الطائي المعمار والأكاديمي. رحب بك أستاذ موفق. أهلاً وسهلاً بك. هلا حبيبي. يا مرحباً. بدايةً خلينا نعرف إيش قد اليوم مهم إنه نحافظ على تراثنا، على نصبنا، إيش قد مهم اليوم نعيد إدامتها وإحيائها من جديد. أنا أعتقد هي هويتنا، يعني هي ما عندك مجال الاختيار، مو فد شيء ترفي. يعني أنت إذا ما تحافظ على تراثك أنت ما عندك هوية. لأن يعني الهوية بها جزء ملموس، يعني شلون تتمظهر الهوية. فأكثر شيء تتمظهر الهوية هي المعالم الأثرية والمواقع. تشرشل إذا تعرف رئيس الوزراء عنده في الحكاية كلش قوية تجاه العمارة، يقول إحنا نبني مبانينا ومبانينا تعملنا. لأنه أنت تمام تبني البناية، بس بدون أن تدري تلقائياً هو البناء راح يفرض عليها إيمانتك ويخليك تتصرف مثل ما هو يريد. فإذاً القضية تبادلية، هاي أولاً. القضية مترفية، عرفت شلون؟ إضافة إلى هو إن كان استصار المودة الاستدامة وما الاستدامة في الواقع هي الاستدامة بالمعنى اللي إحنا نفهمها، التراث لقيمته يبقى. إحنا تراثنا أساساً
هو مبدا الاستدامه زين، مبدا التواضع، مبدا الاستخدام، مبدا عدم الاسراف. خليني ارجع مبدا ارجع للبدايه، البدايه الحلوه اللي بديت بيها انه تراثنا هو هويتنا الوطنيه. بالضبط. اليوم احنا ايش قد محافظين على هويتنا الوطنيه سواء في بغداد او المحافظات؟ ماك عندك غير البناء. يعني بناء الشيء الوحيد اللي يبقى مو هالشكل. فاذا بالنتيجه اللي ما عنده يعني اللي ما مهتم ببنائه هو ما يهتم بهويته الشخصيه بكيانه. اضف الى ذلك هي مو بس شيء يعجبنا وما يعجبنا، عيشتنا يعني عيشتك اليوميه. انت اذا ما عندك ذاك المثل اللي تقول لك هذا شيء حلو ذاك ما حلو وهذا بإسراف وهذا ما بإسراف ولازم هذا تشغله بالطريقه الصحيحه، اذا بالنتيجه هي الحياه والهويه. طيب اليوم احنا مهتمين بهويتنا الوطنيه، بهذه معالمنا الاثريه مثل ما نعرف بلدنا هو بلد الحضارات. أي. وبلد المواقع والنصب. اليوم احنا مهتمين بها اهتمام كافي؟ يأسفني انا اقول لا. لا، واسباب هوايه يعني احنا نقدر ما نقدر نقول ما ننطي لها. يعني انت اي شعب يمر بحروب وحصار وبمجاعه و داعش وهالشيء هذا ينجو يعني يطلع عنا فد جيل آخر، يعني اهتماماته تختلف. جيل آخر هذا اهتماماته تماما مؤقتة ويومية تجد أبناء الحروب وأبناء هذه، لكن مو فخرا بجيلي بس أعتقد إحنا ما مرينا بهذا الجيل المضطرب. يعني جيلنا بالدرجة الأولى من تقول التراث والأشياء هاي مو مودة، يعتبر هي الأساس، واقع هو هي الأصل بيتطلب ومتعايش هو وياه طبيعة. فأجيال الحروب وما بعد الحروب أولدت لنا هذا من جانب. الجانب الآخر الجانب الشعبوي، يعني كثير من الناس يتجهون للتراث بالأسلوب الشعبوي. يعني وضح لنا اياها اكثر. بالضبط. يعني القاوس يتصور يختزل التراث كله بالطابوق والقاوس والاشياء الاعتياديه. التراث بيه شيء خفي غير مباشر غير واضح، مو كل شيء الا يعني انا اذا عندي قوس انا صرت عندي معلم تراثي وتاريخي، واذا طابوق انا صرت تراثي. زين، شنو هذا الشيء الخفي؟ التراث، اي التراث فشيء متواصل. يعني له علاقه بالحاضر بقدر علاقته بالماضي. الزمن مو توقفه. والله شنو اني زمان عثماني كان عندي هالشكل وهالشكل وهالشكل، اذا سويت غير شكل فانت مو تراثي. لا يا سيدي، متواصل. العمليه متواصله. التراث هو منطقه الوثوب وليس النهاية. ممتاز. النهاية هو الحداثة. زين، انت سبع اللي يقدر يطلع شيء من التراث، مو اللي فقط يتقيد بالتراث. وهذا كل سهل. تدري ليش انا اقول لك؟ يعني مو فخرا بالاجيال الماضية. لا تعتقد اكو بلد بالعالم وصل من الرقي بالعمارة بمقدار ما وصلته بغداد. هذه سنوات نحكي حاليا حديثا يعني قضي شنو حديثا من زمان العثمانيين الى حد خلينا نقول السبعينات. طيب، من اللي اجونا؟ من اللي اشتغل لنا اعلى المعماريين بالعالم؟ مو ثاني مو ثالث، الاعلى الافضل. الخمسينيات جابوا اعلى معماريين بالعالم. زين، ماكو بعد اعلى من عندهم. اما ولدنا المعماريين من محمد مكية ورفعت مسيطرين على العالم. يعني ما ممكن أن تقارن أي بلد عربي بربعهم. هاي هالشكل. أكو جيل آخر اللي هو جيلنا. جيلنا ذون الخارج. يعني أنت عندنا الأوائل وعندنا الرواد. الرواد ما ينقحمون. زين، بعدين يجي الجيل الأول اللي جيلنا.
جينا كلنا احنا جينا من الخارج. ممتاز. يعني فتدربت وطلعت بالخارج بافضل الجامعات. يعني قلت لي لحد فتره السبعينات استاذ تاثرت العماره والتراث بهذه الفتره. انا 66 طلعت طبيعي لاسباب سياسيه ما قدرت اجي الا ان غفرونا ذنوبنا بالسبعين يلا قدرت اجي. بس انا ما اجيت بس اجى طاقم. هذا طيب. الطاقم متعلم دارس جي. وطني جي. وطني بمعنى السياسي خليك قوله انه ما بيهم واحد عميل استعمار او معظمهم كانوا مسحوبه باسبورتاتهم وضد الدوله. صحيح. تاثر الموضوع التراث العراقي بالسبعينات. احنا خلينا نقول من السبعينات والى السقوط. لا اول اللي حدث تعرف حضرتك نقدر نقول قضية كانت تنحمل إلى حد مجيء صدام. بالثمانين انتهت شيء اسمه عمارة زينة ومو زينة. عرفت دخلنا حروب. شلون صدام أثر؟ وقف كل العمليات. أنت من طب حرب بعد ما يكون لك تحير شلون صح. تبني صح. وإذا تريد تسوي بعدين هو إجى أشياء لأبهته. يعني ماكو شيء مثل خدمي اللي كان قبل مثلا مركز شرطة أو قاعة شعبية رائع. يعني اللي أنا كان لي شرف العمل وياهم هم اللي خططوا بغداد. المصممين اللي خططوا بغداد هم أعلى ناس بالعالم. طيب خلينا نوصل لموضوعنا الأساس وهو اللي انطلقنا من عنده وهو شارع السراي. مثل ما استعرضنا أنه هذا الشارع بإعادة تأهيل وإعمار وتطوير. بداية نريد نعرف تقييمك للعمل، شلون تشوف العمل، مراحل العمل، تطويره وشكله النهائي. لابد أولا أن نشيد بالشباب الرائعين أحبابي خلي نقول اللي كان لي شرف المعرفة بهم وأعرف يعني اللي دي يسوون ما دي يقدموا عمل رائع رائع جدا. في الواقع أقدر أقول أبعد من هذه. يعني إحنا يمكن من الحرب العراقية الإيرانية إلى حد الآن ما شفنا هيك تحرك بهيك قوة. تقصد التحرك على المواقع الأثرية والاهتمام بها والبناء والدقة والعمل. لكن نتمنى عليهم أن هم يعرفون أن يكونون أكثر منهجية. أكثر منهجية. منهجية. زين. يعني أنت من تشتغل الآن عندك أولويات وياي شوية أكو اضطراب بالأولويات. راح أوضح لك شلون. إحنا عندنا من نريد نسوي فد شيء مو نسوي لأجل هذا الشيء يطلع حلو. لا هذا الشيء بالعلاقة مع الأشياء الأخرى. المكملة له. يطلع بالضبط مثل يد المقطوعة. إيد حلوة بها أحسن الخواتم الذهب والمدري بس مقطوعة عن محيط الجسد عن محيطها. فهالشي ما قدرنا نلمسه. أول شيء قبل أن أدخل بهذا أول شيء المباني المتهرئة اللي تحيط بهذه المنطقة اللي داير مداير الشارع إن المتهرئة بهن أولويات بهن وحدة أهم من الأخ هاي مراعوها. كأعمارهم؟ لا درجة رصانتهم. بس منهم متهرئة جدا هذني يستحقن قبل بينما أكو ناس تنحملا بدأوا يشتغلون عليها. ده تلاحظ شلون؟ يعني أنت اللي المعرض للانهيار والقوي هو يكون الأول الأولوية. هم لا اعتقد شويه قسم من البنايات مالهم قمزه والسره. عندك ملاحظه على الاولويات ترى يعني اكو اشياء يعني اسميها بالضبط مثل السراي مثل المباني اللي انهارت بالميدان. هاي نقطه. النقطه الثانيه خلينا نقول الفكره الكونسبت. الاخوان دي يشتغلون لربما ما قفد مضاعف مشترك بسيط. ما هو المضاعف المشترك بسيط؟ خلينا نقول مرتبط راح اقول لك بالضبط. احنا عندنا من نريد نسوي اي عمليه تخطيطيه نسميه النمو القطبي. ما معناه شنو؟ شنو قيمه؟ لكن مثل ما قلت قبل اكو بالكونسبت كان نتمنى ان يصير اكثر وبالاولويات.
زين، شنو يحتاج اكثر اليوم مواقعنا الاثريه كمثال شارع السراي؟ يحتاج الى اهتمام ورعايه اكثر. لا حتى هو بدا استثمار، شنو اللي انت من تقول كلمه سراي؟ خلينا كلمه سراي هي كلمه سراي. انا ما يصير اهمل السراي وهو مجموع سراي. صح، السراي مهمول. السراي تدري اياها البنايه، البنايه اللي مهموله متروكه اللي هي بنهايه السوق. زين اني السوق كله اخذ كلمته من السراي، غير اعيد بناء السراي. فلازم منك البدايه تكون مهمول. يعني السراي هو مكان مجلس الوزراء السابق، منهار منتهي. هاي وحده. شيء ثاني الاقتصاد ضروري. احنا عندنا اقتصاد السياحه، اقتصاد الناس. الناس اذا حضرتك منتبه من تروح لهناك تشوف روحك توصل لمنطقه دوله وترجع. صح. هذا يسموه ديد اند. هاي هذا كفر بالتخطيط. لازم تنفذ. لازم اكو استثمار لهذه المنطقه النهايه. ها تنفذ تكمل. اكو شيء جرك ان تمتد به للاخير. فوين لازم تنفذ؟ لازم تنفذ على البريد، على الثانويه المركزيه. يعني تلاحظ شلون؟ يعني هسه انت شو تسوي؟ باعتبار انه هذه المنطقه كلها تعتبر منطقه تراثيه. هاي اولا. شيء ثاني، المنطقه الان بدها تزدحم. انت نص المنطقه ما مشغلها. هي تقول لك تعال خذني. يعني هاي منطقه كلش غاليه. المتر مالها يسوى الكون. انا ما اهمله. جيد. وعرفت شلون؟ يعني هسه جرب تروح للمكان. زين. جرب. تمشي وين توصل؟ توصل يعني توصل النقطة مسدودة. وتدور وترجع. نفس ما قلت. ما تستمر. هذا العمل وغيره من المناطق الأثرية اهتمام ودور أمانة بغداد. إذا نسأل اليوم على المحافظات، أكو اهتمام بالمحافظات بالمواقع الأثرية خلال متابعتك؟ الواقع أولاً هو اسمحنا نقول هو مشترك. زين. يعني عمل بين الآثار. لأنه هو عائديتها هي الآثار. قانون الآثار قانون رديء. ليش؟ لأنه تجي تعرف حضرتك يجي يخلي إيده على الشيء وهذا الشيء ينعاف ينهار. هو أبو البيت شي يريد؟ يريد هاي. زين. فإذا أكو سبب هو بنيوي وليس المحافظات وليس الهاي. السبب بنيوي. السبب قانون الآثار. نحتاج الى تعديل القانون. يا اخي انت جديد. انت اذا شيء ما تستعمله ينهار. طبعا. زين انت بالقانون شو تسوي؟ تخلي ايدك عليه. الاثار وضعها ما ينحسد عليه، لا موارد. نحتاج قانون جديد. فاذا هي المشكله مو المشكله بالمحافظه. زين. ولا المشكله بالامانه. لا اولا تقول المشكله بغير مكان، المشكله بالقانون. بالضبط بالضبط. احنا نحتاج لنا مجلس اعلى للتراث. هاي وحده. الموارد اللي دا تجينا، الموارد اللي موجوده المرصوده. الى يعني انا منين اجي قابل ابو الاثار يروح يجيب من بيتي ويخلي راتب عليه؟ لا طبيعي، لازم اكو فد بالميزانيه الاتحاديه الموازنه. هاي اولا. لكن احنا عندنا اساليب اخرى، شراكه مع القطاع الخاص، عندنا هاي مناطق سياحيه بفلوس. هو احنا هو السؤال الاهم، انه ماكو فكر. مو بس الفلوس شلون تجي، الاستثمار وينه لهذه المواقع؟ ثق، لا تعتقد بالكون اليوم اكو شيء استثمار يدر ربح بقد الاثار. واحنا شنو مستثمرين؟ احنا هاملي. جرب تروح سور بغداد. فممكن أولاً فممكن بالاستثمار حتى موالي من الموازنه ما نحتاج. اكو نقطه معينه هي تمول نفسها. انا مالي حق اطب الاثار. هذا ملكي. هذا شنو؟ الاثار مغلوقه عن الناس، ما يقدرون يطبوها، ما يقدرون يستمتعون بها. ولدي اريد اعلمهم اثار. بالمناسبه كل سنة أنا عندي مشكلة ويا الآثار، لأن عندي طلاب دراسات العليا يريدون يدرسون، يمنعوهم بحيث واحد من الناس حادثة طريفة في الواقعية، مو واحد إنما أستاذ. عرفت شلون؟ من عوامل الدخول من الباب اضطرت أن تشربه وتوقع مو فوق للجو. أوف سلامة. ووحدة ثانية تتسمى. زين شنو السبب؟ ممنوع. ممنوع لي شنو؟ واني اقطع تذكره، اكو فد مشكله، واني كذا، وعدي والله العظيم في حاله معينه كانت عندي موافقه. زين. ومنعوا. فاني هاي دا احكي لك على الطلاب، فكيف سائح؟ يا فد يوم انت شفت واحد قدر يطب مثلا خان مرجان لو البوابه لو هذه؟ لا هو اكو اللي يريد يطبها، واكو اللي يريد يسافر للعراق على مودها. بس احنا مهيئيها. اكو الاسوء من هذا، اكو الاسوء من هذا. شم كليه معماريه،
سنتين الأخيرة ما عندهم غير ذني وما يقدرون يطبون. هاي مشكلة. فإذن مشكلة كبيرة. الآثار لازم تفتح للناس. هاي حتى الناس تعرف آثارها وتعرف حضارتها وتعرف شلون أوثق شلون أسوي طيب. شيء ثاني الكوادر اللي موجودة غير كفوءة بالصيانة نهائياً. يعني صار إبعاد عن قصد. أجيب لك فد مأساة أخرى. المركز العالمي المركز الإقليمي لصيانة الممتلكات الأثرية بالوطن العربي كان بالعراق. من يا سنة أقول لك إياها من سنة 70 إلى سنة 95 إحنا بالعراق أنا كنت مقرر الدراسات مالته إحنا بالعراق نعطي شهادة لأي واحد عربي حتى يمارس الصيانة بدولته ما يقدر يمارس الصيانة إذا مو إحنا نعطي تدري بسبب الحرب راح وين صار بالشارجة زين أنا أقول من 70 إلى حد الآن إيش قد خرجنا إيش قد إحنا اللي جايين من الخارج موجودين أحد فد يوم قال لنا السلام عليكم تساؤل مهم أنا أشكرك لكم هذه المعلومات وهذه الطروحات أتشرف بيك الحلوة توصف هذا المكان قيمته بهويته الوطنية بتراثه وذكره أنا أشكرك الأستاذ موفق الطائي المهندس المعماري لكل هذه المعلومات شكراً حبيبي فبالتالي أهمية التراث وأهمية المعالم الأثرية اليوم مو بس ببغداد بكل المحافظات موجودة حضارتنا موجود تراثنا تحتاج إلى اهتمام أكثر مثل ما قال الأستاذ موفق مهندس موفق مو فقط بالموقع نفسه المنطقة المحيطة بالموقع تحتاج إلى اهتمام ماكو فائدة اليوم أني أجمل المكان وأترك المنطقة المحيطة به فبالتالي ما راح أكسب أي سائح أو زائر إليه لا من بغداد ولا من المحافظات أو حتى من دول الخارج فبالتالي هذه الرسالة الأهم اللي يريدها توصل للجهات المعنية فاصل وبعد نكمل وصف العراقيين بأن الجنة لمن يحب العراق والنار والجحيم لمن يكرهه شنو قصة قراج حويدر؟ بيان الجادري والتفاصيل قراج حويدر تصدر الترند العراقي خلال الأيام السابقة زين ليش؟ كلمة ما حد يفهمها من العرب غير العراقيين وهي تسمية جديدة أو وصف الملعب جذع النخلة بالبصرة اسمه قراج حويدر باب زرقة كبيرة مكتوب عليه قراج حويدر انت طب وبعد ما لك شغلة انا هسه اروح لو دعتك اقول لك شكو ترى انا ما مسؤول عليش. افتهمت عليش. لان قراج حويدر اللي طب له ما يطلع منه سلامات وشنو يابي شنو يابي اول ما طبيت استقبلوني قلابي دفران اشي كلات هسه تروح ان شاء الله وتشوف وشنو يابي بحر الظلمات لك بابا بحر الظلمات اهوي بعد إعلان قرعة التصفيات المؤهلة لكأس العالم ضجت الحسابات العراقية على مواقع التواصل الاجتماعي بتحدي المنتخبات المنافسة في المجموعة واللي أطلق عليها المجموعة العربية هي تضم 5 منتخبات عربية لجانب كوريا الجنوبية وحملت المنشورات قراج حويدر الأمر اللي ثار تساؤل المدونين العرب وكلها تقول شنو قراج حويدر؟ المعلق العماني خليل البلوشي فهم الموضوع ونشر على حسابه فيديو للناس اللي ما فاهمة شنو قصة قراج حويدر شنو قصة قراج حويدر هذه؟ أو ليش استخدم العراقيين هذا المصطلح اللي هو قراج حويدر؟ فالموضوع كله عبارة عن تعبير مجازي استخدمه أهل العراق اللي هو قراج حويدر لوصف ملعب جذع النخلة اللي موجود في البصرة الاسم تم أخذه من مسلسل عراقي مشهور اسمه عالم الست وهيبة شخص آخر يقول له أنا راح أوديك القراج حويدر هذاك يقول له إيه وش المشكلة يعني خلني أروح بقراج حويدر بس قال له ها أي شيء يصير لك في قراج حويدر أنا ما لي علاقة فيه وقراج حويدر هذا مكان اتخذ بعض أفراد العصابة اللي موجودين في المسلسل لمعاقبة أعدائهم يعتقد العراقيين أن المنتخب العراقي على الرغم من كل الصعاب راح يكون قادر على هزيمة كل خصومة بمجموعته ضمن تصفيات كأس العالم 2026 واللي راح تصير بالبصرة على أرض ملعب جذع النخلة
أوديك لثلاث محافظات سياحية بخمسين ألف، أوديك لفلان دولة، دولة هسه بالمنطقة بغير قارة $100 أو $200، سافر ويانا. هذا آخر عرض بهذا الموسم. مثل هيك إعلانات نشوفها هواية سواء بمواقع التواصل الاجتماعي أو حتى بالشوارع، وخصوصا بفصل الصيف. ولما تحول المبلغ وتسلم الفلوس للشركة، فجأة الشركة تختفي، الرحلة ماكو، التذاكر وهمية. وهذه الحالة دا تصير هواية مو بس بالعراق، حتى بباقي الدول موجودة. والكارثة الأكبر إنه هذه الشركات أكثرها بدون أي سند قانوني أو تسجيل بدائرة الشركات وهيئة السياحة، لذلك موضوع متابعتها كلش صعب على الجهات المعنية وخصوصا الجهات المختصة لما تريد تراقب وتتابع عمل هذه الشركات. عن هذا الموضوع وتفاصيله نرحب بالاستوديو بضيفنا الأستاذ عماد صقبان، مدير المكتب الوطني في هيئة السياحة. أهلا وسهلا، رحب بك أستاذ عماد. مرحبا وكل الهلا بيكم. أهلا وسهلا. شنو دا يصير عندنا بالسياحة؟ شنو هذه الشركات خصوصا الشركات الوهمية اللي احنا ذكرناها بالمقدمة، أعدادها تفاصيلها شنو الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نشكر استضافتكم للبرنامج ومتابعتكم لهذا الموضوع المهم جدا. حياك الله، حياك الله. الشركات هسه هو موسم الصيف، تدري هو موسم الرحلات والسفر. حقيقه هو اكثر شيء 90% من الشركات الوهميه اللي قاعده تصير هي او اكثر من هاي النسبه تفوج للمناطق للاقليم يعني الشماليه، لان ديش بيها ضوابط اكثر، بيها دخول، بيها منافذ، فما يقدرون يعني يتلاعبون بها. اللي قاعد يصير الشركات تاخذ المواطن لان هو اللي جهله بالمواضيع اللي موجوده ويروح للشمال بارقام يعرضوها اقل اسعار قليله يعني، وهناك تصير المشاكل يعوفه بالمكان بدون اكو ماكو تنسيق تدري موجود. احنا هسه بدينا اذا حضرتك عندك تكمله بي يعني هو أكيد. هذا اكثر شيء هو المبلغ اللي تجذب المواطن، هذا اللي يجذب المواطن، اللي يجذب المواطن يعني مثلا هو بس المواطن المفروض عنده درايه يعني مثلا من واحد يعرض ب 40,000 او 50,000 مو منطقية، ما منطقية اسعار الفندق يعني ياخذ هذا الرقم بالضبط يعني خمس ليالي بالفندق ووجبه فطور ونقل، فاعتيادي الموضوع اكو بي لو قله بالخدمات او انعدام الخدمات او يصير بها احتيال او مثلا هو الشخص اللي هذا ياخذ المبلغ ويختفي. هو ايش قد خطر هذا الموضوع لما تروح ويا شركه باسعار بهيك اسعار والخدمات مثل ما قلت ممكن تكون من عدمه، ايش قد بها خطوره الموضوع على المسافر؟ كلش خطوره، بحيث هو قاعد يروح المنطقه ويجوز هو اكو ناس على قد حالها يعني زي. يطلع حاسب حساباته قد المبلغ قال لك لعلي الشركه، قال لك لعلي الشركه خلي يضيف له شويه، بس من يروح وما يلقى خدمات ويا خاصه هم اللي راح قاعد يروحون اكثرهم عوائل فهذا يكون يعني فوق الضيم والحر والهذا النوبه تشوفه هناك راح يبقى تائه وهذا. احنا اخذنا اجراءات قبل الاجراءات احنا اليوم من نحكي نقول هذه الظاهره وهذا الموضوع، انت قريب من الموضوع فقلت الموضوع ايش قد مهم. اليوم نقول شركات وهميه ايش قد تقريبا اعدادها يوصل يعني هسه احنا نغلق وعبالك تولد من جده وجد ليش اي والله يعني بدينا نغلقهن هسه احنا يوميه قاعد يطلعون يغلقون، بس هسه صارت اكثر حديه بالموضوع لان قام يعتقلون الشخص الموجود بالشركه زي. قبل كانت مثلا يعرضوا له انذار او غرامه فيعزل من حاليا شو العقوبه بحق هذه الشركات؟ اعتقال، اعتقال هسه اكثر صار لها تقريبا هذا الموضوع شهر. القضاء بدا اخذ دوره بصوره صحيحه، التنفيذ اخذ دوره يعني هسه اللجنه مفعله ويشرف عليها بنفسه يعني وزير الداخليه وقاعد تطلع جهات الامنيه، جهات يعني الامن الوطني والمخابرات والوزاره الداخليه، اضافه ان اعضاء موجودين بهيئه السياحه وجهات ذات العلاقه حتى الامن السياحي. زين، انا اليوم اذا اريد اسافر كمسافر بس اريد للشمال، اريد بالخارج، تمام، لما اروح بشركه شنو اللي لازم اعرفه عن الشركه قبل لا احجز وياها؟ قبل ما يحجز هو اذا وصل للشركه فاكو عندنا احنا اجازه ممارسه المهنه موجودة، الجدارية موجودة، اي بروح الجدارية يعني هذه الجدارية تتعلق بالشركات الشركات هذه الإجازة الرسمية من ما يلقاها هذه موجودة يعني شركة وهمية وبها مشاكل هذه راح تصير اكيد. هسه اكيد اللي يشوفنا يسأل دور هيئة السياحة وين بهذا الموضوع؟ يعني هي قدر الامكان قاعد يطلعون باللجان سوت اعلانات بكل القنوات حقيقة يعني
انتم مشكورين، هم دور الاعلام المفروض ياخذ اكثر بعد، وتثقيف للجزء من مسؤوليه الاعلام هذا ودوره الاساسي التثقيف اكيد يعني هذا لازم يطلع يفهم المواطن شلون. زين، فهيئه السياحه حاليا شنو اللي تسوي؟ هسه احنا دزينا باكثر من مكان، سوينا اعلانات وفهمنا للمواطن. زين، هسه اخر شيء بالعراقيه احنا سوينا ومتابعه الموضوع. وحقيقه يعني هو صارت تزامنت هذا اللقاء في يعني احنا بصدد كملنا الاجراءات كامله والتوصيات، وراح نسافر للاقليم بهالفتره هاي القليله القادمه. راح ننسق عملنا وياهم وخلينا باجات، حصلنا باجات، هاي الباجات راح تكون مشتركه بيننا وبين الاقليم، وراح تكون الشركات اللي موجوده بالاقليم راح نسوي قاعده بيانات ونقدر نخلي يعني شلون نسوي التوأمه بين الشركه الموجوده المجازه هنا مع الشركه الموجوده بالاقليم. واكو بعد عندنا يعني اكو تنسيق راح يكون ما بين المحافظات والإقليم، والاقليم، وتكون الاجازه للشركه موجوده بالمكانين، بالمكانين بموقعه وبالاقليم، اضافه للباج اللي ياخذه منه ابو الباص او اللي يطلع بيها ابو الشركه حتى يفوت بالسيطرات، لان قبل كنا نمنع من الوجود الجهات الامنيه موجوده بالسيطرات يعني تمنعهم. هسه حاليا حصلنا الموافقه موجوده بسيطره الشعب، يعني السيطرات باتجاه الشمال مداخل بغداد، مداخل بغداد وحتى بالسيطرات اللي موجوده على كركوك وعلى نينوى وعلى هذا السيطرات المركزيه. زين، موضوع الاقليم اكو تنسيق عالي وياهم؟ الاقليم متجاوب بهذا الموضوع؟ جدا متجاوبين هم. الخلل اللي صار هو شنو؟ صارت كورونا، احنا رحنا لهم والناس فتحوا يعني هذا وقالوا احنا يعني ودنا نتعامل وياكم حقيقه، بس احنا صارت الكورونا والكورونا ما صار هو اصلا عمل، واتجهنا صارت التغييرات والوضعيه وتدري البلد هذه. بس الفتره الجايه، الفتره الجايه يعني خلال هذا اسبوع، اسبوع اللي يجي تتصل بيه راح اعطيك النتائج يعني. ممتاز، يعني راح نروح هناك واتصلنا بالهيئه، بهيئة السياحة اللي موجودة هناك، ومعتهم وزارة طبعاً، وزارة البلديات والسياحة. فهم حصلنا وياهم الموعد، وأعتقد الثلاثاء أو الأربعاء إن شاء الله. زين، هو خلينا نحكي هسه من جهة أهل المكاتب أو شركات السياحة والسفر، موضوع الحصول على إجازة أو أني أكون شركة رسمية صعب؟ عند يعني المؤهلات مو شنو صعب. يحتاج شنو المؤهلات؟ هو حسب القانون، قانون 49 سنة 83 يعني يكون عنده حاصل على شهادة خبرة. زي. الخبرة شنو يعني؟ مشتغل بفندق، مشتغل بشركة، أو عنده شهادة مثلا، أو شهادة لازم، شهادة أقل شيء الإعدادية، أقل شيء الإعدادية أيوه، والشهادة الخبرة الموجودة، ويقدم التقديم الاعتيادي. إحنا نعطيه موافقة مبدئية، يروح يكمل اوراقه، مسجل الشركات والاسم التجاري والاذن الاجراءات الاعتياديه ويقدر يفتح. بس هو الناس، اكو ناس ما تريد هذا الشيء يعني، حتى لو عنده هاي الامور ما قصدك ما تريد هاي الشركه، لا ما تريد تفتح لان بها رسوم، اي رسمي ويريد مو رسمي حتى ما يتحاسب، لان تدري هاي بها رسوم. زين، هسه هو هذا هم سؤال ثاني، رسوم ايش قد تقريبا هي الرسوم؟ يعني مسجل الشركات ما اعرف ايش قد، بس تقريبا بال يعني بالمليونين، مليونين وشويه، والرسوم الموجوده بهيئه السياحه ما تتجاوز المليون. بس اذا نقارنها بموضوع انه واحد صاحب مشروع وصاحب شركه، لا شيء، لا شيء، المبلغ مو مبلغ لا شيء بالضبط، فبالتالي تكون اجازتك رسميه وموثقه. تمام. الموضوع الحجز عن طريق التطبيقات او عن طريق مواقع التواصل، هذا تواصلنا، عرفت رقم شركه وحجزت، هذا شنو تفاصيله؟ وهم جاي يصير نصب بالموضوع. هذا بالنصب احنا تواصلنا ويا هيئه الاتصالات. زين. ومشكوره غلقتها، بس تدري استاذ عباس يعني الموضوع مو صعب، يعني يفتح له غير بيج. صح. فيعني موضوع سهل، بس احنا بالنسبه لنا همنا نظام الاتمته تقريبا جهز عندنا كامل، وهسه عندنا احنا مواقع على الايميل، ايميل الهيئه يقدر يطوب، يعرف الشركات المجازه، يقدر اي شيء يستفسر من عنده. هذه مهمه. انا اليوم اذا اريد احجز اقدر ادخل على هيئه السياحه واعرف الشركات المجازه، تعرف الشركات المجازه. زين، كل الشركات موجوده، كل الشركات والايميل، وهذا التحديث مستمر، مستمر يعني كل شهر، الشركات المغلقه او الشركات اللي احنا تنفتح جديد نقدر عليها. احنا هم موضوع استاذ عباس اضيفه بهذا المنبر، يعني شغله التصنيف. زي. احنا مشينا به ان شاء الله، وهذا هذا راح يغنينا عن هو تصنيف الشركات، تصنيف الشركات. زي. يعني يقوم المواطن يعرف هاي الشركه تشتغل بال
النشاط الداخلي. اكو هذا يعرف هاي الشركه، لان عندنا شركات اختصاص معارض وتنظيم معارض، اكو شركات عندنا علاقات خارجيه وتحضر المؤتمرات ومنظمه السياحه العالميه. فذني من يكون التصنيف بها المواطن يعرف وين يروح وين يجي حسب هو وين المكان اللي يريد يسافر، فراح يعرف من خلال تصنيف الشركه بالضبط. هذا اهم يعني هم ماضين المرحله الاخيره ان شاء الله. الشركات احنا المجازه عندنا حاليا الرسميه ايش قد تقريبا اعدادها تصنيفاتها؟ يعني انا بوقتها من طلعت كانت بتسع 1010 1010 شركه مجازه. أيه. هذا ما بين الداخل والخارج؟ اي كامل داخليه ما وخارجيه. ما مصنفه عندنا، ما مصنفه كل، بس الكل تتجاوز اعدادها الالف، تتجاوز الالف بكل المحافظات مو عدا الاقليم. زين، هيئه السياحه بالتاكيد واحد من ادوارها بما انه انت موجود ويانا اليوم تنشيط السياحه بباقي المحافظات. تمام. يعني احنا مثل ما نعرف السياحه الاقليم موجوده ويعتبرها الاقليم مصدر اساسي، بس أنا أسأل عن دور الهيئة بتنشيط السياحة بمحافظات الجنوب مثلا. يعني ما أخفي كان مارد ولا هو مستوى الطموح، بس سؤالك يعني لازم أجاوب عليه. يعني أنا بحكم عملي بالمكتب الوطني العام أنا سويت رحلات تقريبا بالخمس رحلات ستة، يعني هي هيئة السياحة قامت بها. سويناها للأهوار، سوينا الهيت، سوينا البابل، هاي يعني هذا مفردة، بس أكون مثل الأهوار سوينا في الأربع مرات، سوينا للبصرة، رحنا حتى الملعب بالبصرة يعني ونجحت، لقت نجاح يعني حتى علمت العالم على المواقع مثلا الأهوار أور، يعني حتى الأكل سويناه بالأهوار، فكانت بيها فد نقلة حقيقة يعني. وراها قامت حتى الفنادق، ولو هي مو هواية بس الفنادق قامت تطبط وصار توجه. هذا هم سؤال ثاني، احنا هذه مواقعنا السياحية هسه بالإقليم مثل ما نشوف أكو اهتمام، أكو فنادق، أكو مكانات السياح يروح لها، ايش تفتقر هذه المناطق؟ تفتقر الفنادق هاي، وهي درجه هاي شغله كلش مهمه. الفنادق يعني تدري بالرمادي، احنا لان بالرمادي اهلنا شعب مضياف، هم شيء هذا ما يسوون فندق، يقول لك ما اريد يروح الفندق هاي شلون. اي والله فتشوف ماكو زين اللي جاي من برا شلون هاي يضيفوا يمهم، فهو هاي في النقطه يعني. مثلا رحنا للاهوار، من اخذنا شوف شاف اجانب وشافوا ناس وتريد تفرفش مثلا وتمشي بالزوارق، هم كانوا ما تقبلوها، بس بعدين من دخلنا بنصهم وودينا الهدايا والهذا تأقلموا بالهذا، صار الموضوع طبيعي، صار الموضوع طبيعي. يعني هو انت شفتها من زيارة البابا، يمكن يعني شفت البنى التحتية عندنا كانت تعبانة يعني. تعبانة بس صار اكو بها اهتمام، ولو انه هو بفترة